انا رحت التمرين وحضرت التمرين يعني، وكان يوم جميل جدا ان انت تتفرج على احسن من احسن فرق في العالم. فانا كنت مبسوط ان انا خدت بسرعه دي حاجه كويسه، لان انت تاخد ميسي في الكوره زي الكتاب يعني، في حاجه كبيره يعني. فمبسوط جدا ان انا صورت معاه، وكانش عارف ان انا لعيب في منتخب مصر وبلعب في النادي الاهلي، لعيب في مصر يعني، وعارف ان انا متعوق على السلامه. الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org